السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في بدايه انتك في القناه، لا تشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. يبدو ان صفقه انتقال جاكسون ميليكا للنادي الاهلي خلاص هتكون رسميه خلال الساعات الجايه، وده طبعا بعد ما اللي حصل كذا سوء انتقالات، قلنا ميليكا جاي الاهلي، لا مش جاي، لا جاي، لا مش جاي. فانا خلاص بشكتاش التركي قرب خلاص من الاستغناء عن جاكسون ميليكا لصالح النادي الاهلي، ولكن لهم شرط واحد. الشرط ده هو التعاقد مع فينسنت ابو بكر. طبعا مع انتقال رونالدو للنصر السعودي تم فسخ عقد بين فينسنت ابو بكر والنصر السعودي واللاعب بأفريق. بشكتاش اعلن اللي هو فتح خط مفاوضات مع فينسنت ابو بكر لاقناعه ان هو يلعب في بشكتاش التركي في فتره الثلاثات الشتوية الحاليه. وحاليا الصفحات الرسميه بتاعت نادي بشكتاش بتقول ان في اعلان عن صفقه جايه، الناس كلها عارفه ان هو فينسنت ابو بكر يعني، وخلاص يعتبر ان هيتم الاعلان الرسمي من بشكتاش التركي ان فينسنت ابو بكر رسميا تم توقيعه او انتقاله الى نادي بشكتاش التركي. وعليه النادي بشكتاش التركي ساعتها هيبيع جاكسون موليكا عادي، اللاعب القيمه السوقيه بتاعته حاليا 6 مليون دولار. عندك كمان هو شارك الموسم ده في 18 لقاء سجل فيهم 5 اهداف. اللاعب عليه طلب من جماهير النادي الاهلي، شفنا كان فيها هاشتاج الفتره اللي فاتت، وقعدوا كان فيها هاشتاج على تويتر متصدر لفتره طويله، جماهير النادي الاهلي كاتب التويتات باللغه التركيه، النادي انتوا ازاي مستحملين الراجل ده، ده الراجل ده وحش مش مقامكم مش عارف ايه، اللي هو تفهم بيلفتوا نظرهم اللي اللاعب مطلوب بره وكلام من ده. اداره النادي الاهلي كانت بتتكلم مع اللاعب قبل كده. في انتظار الاعلان الرسمي خلال الساعات الجايه دي ان فينسنت ابو بكر خلاص لاعب في نادي بشكتاش التركي، وعلى اساسه هيتم السماح لجاكسون موليكا بالانتقال للنادي اللي هيقدم عرض مناسب ليه. واحنا طبعا عارفين النادي الاهلي موجود في خط المفاوضات لضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتويه الحاليه. فبنسبه كبيره ممكن يكون جاكسون موليكا ان شاء الله خلال الايام الجايه مهاجما للنادي الاهلي. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.